أشكر رئيس السيسي على مبادرته الجميلة إن هو بيجيب الرعاية بتاعته من السودان، ونشكر للقوات المسلحة إن هي بتجيب الطيران الحربي لمنطقة وادي سيدنا، وبنشكر رئيس السيسي كثير جدا، وربنا يهدي الأمور في السودان. وأنا أصلا من مواليد السودان من قبل الاستقلال في 55، والسودان ومصر دولة واحدة، وربنا يهدي الأمور في السودان إن شاء الله، وينصر يهدي الأمور والناس يعني القايمين بالحرب ده، ينظر للشعب السوداني. شعب السوداني شعب كريم، شعب حر، ما يستحقش المذلة دي أبدا، لكن نطلب من الله القوي العزيز القوي المهاب إن هو يجيب السلام في كل ربوع السودان.